هذه الندوة تأتي في إطار المناخ السياسي والدستوري الجديد ببلادنا، وتروم المساهمة في انفتاح مؤسسة القضاء على فعالية المجتمع المدني بغية تسطير أرضية جديدة لإصلاح قضائي يتماشى وانتظارات المواطنين، ويستجيب كذلك لانشغالات مهني القطاع. كجبنا هذه الندوة هذه من أجل شرح بعض مرامي إصلاح القضاء، ثم خلق واحد النوع من التقارب بين جميع الفاعلين في الميدان، واللي بطبيعة الحال كانت منه فيه الخير لا على مستوى المهنيين ولا فيما يخص سياسة القرب اللي عطتها الوزارة، اللي مشأنها أنها تسهل المواطن المغربي الولوج للمحاكم والتقاضي في ظروف جد مناسبة. الآن أمام ظرف جديد، أمام وثيقة دستورية تضمنت عدد من المقتضيات التي تهم الإصلاح، سواء من الناحية المؤسساتية أو من ناحية توفير ضمانات أساسية للقضاة بلا حرية التبيير وحرية التنظيم، وأيضا تعزيز استقلالية القضاء والاعتراف بالقضاء كسلطة قضائية. تدخلات الندوة طرحت وجهات نظر متنوعة ومتعددة، لكنها تتقاسم فكرة كون القضاء آلية جوهرية في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان استقرار المجتمع. إصلاح القضاء هو غاية وليست مطلب القضاة، ولكنه هذا حق للمواطنين، لأن القضاء كما يقال هو ملاذ كل مستضعف، وهو وطن من لا وطن له. إذن بدون إرادة شخصية قوية ديال القاضي لإصلاح نفسه ما يمكنش ندعو على إصلاح القضاء، ولكن العوامل كلها متضافرة لا يمكن أن تحصل بدون أن يكون للقاضي التمكين حتى يستغني عن كل الإغراءات. وخلص المشاركون إلى جملة توصيات، منها التأكيد على أهمية فتح نقاش وطني واسع تساهم فيه كل الأطراف المعنية بقطاع العدالة من أجل الوصول لمرحلة تأهيل القضاء،